بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 22. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. حياكم الله فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله في حديثه عن ستر العورة من شروط الصلاة: ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر. نعم. تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم أن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يا بني آدم خذوا زينتكم، أي ستر العورة، عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. فدل على أن ستر العورة في الصلاة شرط من شروط صحتها، مع الاستطاعة والقدرة. وتبين من خلال ما مر أن ستر العورة على صفتين: الصفة الأولى الصفة الكاملة، وهي أن يصلي في ثوبين. الرجل يصلي في ثوبين، وتقدم بيان الثوبين. والمرأة تصلي في ثلاثة أثواب، وتقدم بيانها. هذا هو الستر الكامل. وأما الستر المجزي فهو أن يستر ما بين السرة إلى الركبة. بالنسبة للرجل يستر ما بين السرة إلى الركبة، هذا هو المجزي والحد الأدنى الذي لا بد منه. والصفة الثالثة الستر الضروري. ستر الضروري، وهو إذا لم يجد ما يكفي ما بين السرة إلى الركبة، بل وجد قطعة من القماش لكنها لا تضفي على ما بين السرة والركبة، فإنه يغطي بها الفرجين فقط، القبل والدبر. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإن لم يجد ما يغطي الفرجين، وجد قطعة أصغر من ذلك، فإنه يغطي الدبر، لأن الدبر يبين عند الركوع والسجود، فيغطيه بما وجد من القماش. هذا أقل شيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإن أعير سترة لزمه قبولها. إذا فقد السترة وجاءه شخص وأعاره ثوبا يصلي فيه أو ما يستر به عورته، لزمه القبول، لأنه حينئذ تمكن من ستر عورته، وقد بذله له صاحبه وسمح به، فليس له عذر حينئذ. لكن لا يلزمه أن يستعير وأن يطلب من يعيره، هذا لا يلزمه. لكن لو أن أحدا بدأه وأعطاه السترة لزمه القبول لزوال عذره بذلك. نعم. وليس له أن يطلبها هو؟ هو ليس له أن يطلبها، يصلي على حسب حاله. نعم. ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما. نعم. أما إذا لم يجد ما يستر به عورته، أو ما يستر به العورة المغلظة، فإنه حينئذ يصلي على حسب حاله، يصلي عاريا،
يصلي عاريا ولا يترك الصلاة، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فدل على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، ولكن المسلم يصليها على حسب استطاعته ومقدرته. نعم. قال يصلي العاري قاعدا بالإماء استحبابا فيهما ويكون إمامهم وسطهم. يصلي العاري قاعدا ولا يصلي قائما، لأن هذا أستر لعورته. أما إذا صلى قائما وركع وسجد فإنها تنكشف عورته، فيصلي قاعدا ويومي حتى بالسجود، يومي بالركوع والسجود وهو جالس، لأنه إذا كان المريض يومي بالركوع والسجود فهذا أولى منه، فيصلي بالإيماء يومئ لركوعه ويومئ لسجوده. لكن قال استحبابا فيهما، يعني لو صلى قائما صحت صلاته، ولو صلى ولو ركع وسجد صحت صلاته، ولكن الأولى أن يصلي قاعدا لأن هذا أستر له، وكل ما خفف الضرر فهو أحسن. وكذلك لا يسجد ولا يسجد على الأرض ولا يركع، وإنما يومئ برأسه ويبقى جالسا لأن هذا أستر له. نعم. قوله فيهما يا شيخ، فيهما يعني في الجلوس والإيماء مستحبان، ولو صلى قائما وركع وسجد صح ذلك منه. نعم. فيهما الركوع والسجود أو النافلة والفريضة. فيهما يعني الجلوس والإيماء. عندنا مسألتين، يصلي جالسا ويومي، هاتان الصفتان مستحبتان في حق العاري. أحسن الله عليك. ولو خالف وصلى قائما وركع وسجد بالأرض صح منه ذلك، لأنه فعل ما يقدر عليه. نعم. ويكون إمامهم وسطهم. نعم، لا تسقط الجماعة أيضا حق العراة، ويصلي العراة جماعة، ويكون إمامهم وسطهم يعني في وسط الصف، ولا يكون أمامهم لأنه تنكشف عورته أمامهم، فإذا كان في وسطهم صار ذلك أستر له. نعم. ويصلي كل نوع وحده من الرجال والنساء، النساء العراة يصلين وحدهن ولا يصلين مع الرجال، والرجال يصلون وحدهم، فيصلي كل من النوعين العراة على حدة، لأنهم لو صلوا جميعا حصل بذلك فتنة من انكشاف العورات. نعم. ويصلي كل نوع وحده من الرجال والنساء، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. هذا يعني كون كل نوع يصلي وحده إذا كان المكان واسعا، واسعا. أما إذا كان المكان ضيقا ولا يمكنهم أن يصلي كل نوع وحده على حدة، فإن يبدأ الرجال ويصلون وتستدبرهم النساء، يعني يصلين بعدهم. أي نعم، فإذا فرغوا من الصلاة أخلوا المكان لهن فصلينا وحدهن، لأن ما عندهم إلا مكان واحد يتناوبون عليه، هذا معنى قوله استدبرهم النساء. أما إذا كان بإمكان النساء أن يعتزلن ويصلين في مكان آخر فإنه يجب ذلك. نعم. فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة ستر وبنى، وإلا ابتدأ. إذا بدأ الصلاة وهو عريان، لأنه لم يجد سترة، ولكنه في أثناء الصلاة وجد السترة بأن قدمت له أو تبين له وجود السترة في مكان لم يعلم به من قبل، فإنه يتناولها وهو يصلي ويستر عورته ويبني على صلاته، يبني على صلاته إن أمكن ذلك،
فإذا لم يمكن ذلك إلا بأن يمشي أو يستدبر القبلة، ينحرف عن القبلة لأخذ السترة، فإنه يقطع الصلاة ويأخذ السترة ويستر بها عورته ويستأنف الصلاة من جديد ولا يبني على ما سبق. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، مثل هذه الأحكام الدقيقة في صلاة العاري وكون إمامهم وسطهم والنساء والرجال، تعلمون الناس فيها طوائف، فمنهم من يرى منها إجلال هذه الشريعة وإكمالها، ومنهم من يرى ذلك افتراض فقهاء قد لا يقع، ومنهم من قد يقع في الردة استخفافا بهذه الأحكام، فليتكم تبينون هذا. الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أمرنا بستر العورة في الصلاة، وهذا مع الاستطاعة، فإذا لم نستطع فإننا نصلي على حسب إمكانياتنا، هذه القاعدة الشرعية. نعم. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا من تيسير الله الحمد لله. سبحانه وتعالى ورفع الحرج الحمد لله. عن هذه الأمة، وهذا يدل على كمال هذه الشريعة وأنها وضعت حلولا لكل الافتراضات وكل الأحوال، وليس هذا من افتراضات الفقهاء، بل هذا مأخوذ من قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت، وبقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما لم يدرك كله لا يترك كله، بل يؤخذ منه ما يستطاع. هذا من يسر هذه الشريعة، ومن ما يدل على آكدية الصلاة، وأنها لا تسقط بحال. فالذين يقولون إن هذا من افتراضات الفقهاء، هؤلاء لم يفقهوا في دين الله عز وجل. الفقهاء في الغالب لا يقولون شيئا إلا من الأدلة ومن القواعد الشرعية. نعم. أخشى أنه قد يسمع هذا أحد فضيلة الشيخ، فربما يقع كما تعلمون أن التكفير صعب، لكن الكفر قد يقع فيه الإنسان بكلمة فيسخر من هذه الأحكام. الذي يسخر من الأحكام الشرعية يكون كافرا بهذه السهولة، إلا إذا كان جاهلا، إذا كان مثله يجهل فإنه يعذر بالجهل، أما إذا كان مثله لا يجهل فإنه يرتد. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. حد الجهل أن يكون علم أن الله شرعه أو لم يعلم فقط، إذا علم أنه من شرع الله فالواجب أن لا يسخر، أن يسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم. فالمسلم يجب عليه التسليم ويعتقد أن الله لا يشرع، أسلمت لله رب العالمين، ويعتقد أن الله لا يشرع شيئا إلا في غاية الحكمة، غاية لأنه حكيم عليم سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويكره في الصلاة السدل واشتمال الصماء وتغطية وجهه. هذا تابع للسترة في الصلاة، يكره في الصلاة السدل، والسدل يقولون هو أن يطرح ثوبا على كتفيه ولا يرد طرفيه، أن يطرح الثوب يعني يطرح الجلال أو البشت أو الشيء الذي على الذي يلتحف به، لكن لا يرد طرفيه بل يترك طرفيه مسدولين، هذا يكره كراهة التنزيه. صلاته صحيحة ولكن يكره هذا الفعل. نعم. واشتمال الصماء، اشتمال الصماء إذا كان ليس عنده إلا قطعة واحدة من القماش فإن الواجب عليه أن يتزر بها ليغطي العورة وما حولها، ولا يجعلها على أعلى جسمه، لأنه لو جعلها على كتفيه لانكشفت عورته، أو خشي أن تنكشف عورته، فإذا اتزر بها وأحكم لفها على عورته حصلت الطمأنينة والأمن من انكشاف العورة،
أما إذا طرحها على كتفيه وهي قطعة واحدة فربما ينكشف شيء من عورته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، إن كان ضيقا فاتزر به. تزر به يعني اجعله إزارا. نعم. وتغطية وجهه كذلك يكره في الصلاة أن يغطي وجهه سواء كان رجلا أو امرأة، إلا المرأة إذا كان عندها رجال غير محارم فإنها تغطي وجهها ولا كراهة، بل يجب عليها ذلك لأنه يحرم نظرهم إليه. والرجل لا يغطي وجهه بحال، لا يغطي وجهه بحال، بل يكون وجهه مكشوفا، هذا كراهية تنزيه. ولكن لو صلى ووجهه مغطى فصلاته صحيحة الحمد لله مع الكراهة. نعم. واللثام على فمه وأنفه يكره التلثم في الصلاة، يعني يجعل لثاما على فمه وعلى أنفه، لأن هذا يقولون من شعار المجوس عند عبادة النيران، ونحن منهيون عن التشبه بالكفار. لكن لو احتاج إلى اللثام فلا حرج، إنما هذا من غير حاجة، إذا تلثم من غير حاجة، أما إذا تلثم لحاجة فإنه لا بأس، تزول الكراهة. حاجة مثل ما هذا الشيء، كأن يكون في فمه مرض ولا في أنفه مرض، أو يجد أذى من جاره في الصلاة من رائحة، أو له رائحة، هو فيه رائحة كريهة من أنفه أو من جوفه، يعني من الأبخرة التي تصاعد، يعني عنده ما يسمى بالبخار، البخار أو البخار، فإنه لا بأس. يعني كذا إن وجد الرائحة من جاره في الصلاة، نعم، وكذلك إذا وجد رائحة كريهة من جاره وشق عليه الاستمرار في شمها فلا بأس أن يلثم أنفه للحاجة. نعم. وكف كمه ولفه كذلك يكره للمصلي أن يكف كمه، كم ثوبه أو كم بشته أو ملبوسه، بل يتركه يسجد معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا. نعم. وشد وسطه كزنار، شد الوسط هو الحزام الذي يتحزم به الإنسان، لا بأس أن يتحزم الإنسان لكن بما لا يشبه حزام النصارى، وهو الزنار، وهو الخيط الغليظ، الخيط العريض الذي يشدون به أوساطهم تعبدا، فيشد المسلم وسطه إذا احتاج إلى ذلك بحبل غير عريض لا يشبه الزنار، هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فإنها لا تشد وسطها مطلقة لأنها عورة، فلا تشد وسطها في الصلاة ولا في غيرها، لأن ذلك يبين مفاتنها. نعم. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره والتصوير واستعماله، تحرم الخيلاء في الثوب وفي غيره، وهي إظهار العظمة والتكبر والتبختر، لأن هذه صفات محرمة، والمطلوب من المسلم التواضع وحسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى ومع إخوانه المسلمين، فيكون المسلم متواضعا لا يختال في مشيته ولا يختال في ملابسه ويتكبر بذلك، قوله سبحانه وتعالى حكاية عن لقمان أنه قال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. فالواجب على المسلم التواضع والبساطة في أموره، وأن لا يتعاظم في لباسه أو يتعاظم في جسمه أو يحصل منه
الإسبال المحرم، قال صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. فيتجنب الإسبال وحد اللباس الشرعي للرجل إلى الكعب، وما نزل عن ذلك عن الكعب فإنه إسبال محرم، كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. والتصوير؟ نعم، يحرم في الملابس التصوير، لأن يلبس ملابس فيها تصاوير، أو يعلق التصاوير على جسمه، أو يعلقها على جدار، فإن هذا محرم لما في ذلك من الفتنة ووسيلة والذريعة إلى الشرك بالله عز وجل والمضاهاة بخلق الله. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سترا لعائشة أو قرام فيه تصاوير تغيظ عليه الصلاة والسلام وقال: أميطي عنا قرامك هذا، وأبى أن يدخل المنزل حتى هتك هذا الستار الذي فيه التماثيل، صلى الله عليه. فدل على أنه لا يجوز استعمال التصوير في الملابس أو في الستائر أو في المعلقات التي تعلق، لأن هذا تعظيم للصور وافتتان بالصور ومضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا في ملابس الصلاة فهو أشد تحريما وأعظم إثما. نعم. واستعماله يحرم التصوير، تصوير عمل الصورة. عمل الصورة يحرم بجميع أنواعه، أن يحترف الإنسان التصوير، سواء كان ذلك بنحت وإيجاد تماثيل، أو كان ذلك برسم باليد على الجدران أو على الأوراق، أو كان ذلك بالتقاط الصور في الآلة الفوتوغرافية وتوضع على أشياء، كل هذا محرم. هذا هو التصوير، حرام بجميع أنواعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، وقال عليه الصلاة والسلام: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ، وقال صلى الله عليه وسلم: من صور صورة فإنه يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، إلى غير ذلك من، وقال عليه الصلاة والسلام: ومن أشد، يقول الله جل وعلا: ومن أشد ممن ذهب يخلق كخلقي، ومن أشد ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. كل هذه الأحاديث صحيحة ومتضافرة في تحريم التصوير واحتراف التصوير، وأن يكون مهنة للإنسان أو يعتبر فنا من الفنون التي يقولون، كل هذا محادة لله ولرسوله ومعصية لله ولرسوله. وكذلك استعمال الصور، استعمالها كما ذكرنا في لباس أو في معلقات على الجدران أو على السيارات، إلا ما رخص فيه في هذا العصر من الصور الضرورية التي تؤخذ لحاجة الناس، كصورة التابعية وحفيظة النفوس والبطاقة الشخصية، فهذه أصبحت من باب الضرورة. قد قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فيرخص في ذلك بقدر الضرورة، لأن الإنسان لو لم يصور هذه الصور ويستعملها لا فات عليه كثير من مصالحه ولا منع من كثير من مصالحه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. فيباح من الصور واستعمالها، أو من التصوير واستعماله، ما دعت إليه ضرورة لا محيد عنها. نعم. فيما ذكرتم يا شيخ حسن الله إليك من الصور الفوتوغرافية، المدافعون عنها يقرون أن التصوير محرم في شرع الله ومتوعد عليه الوعيد الشديد،
لكنهم لا يأتون من هذا الباب، هم لا ينكرون هذا الحكم، وإنما يقولون إن هذه الصور الفوتوغرافية ليست صورا والعمل فيها ليس تصويرا، فما قولكم؟ يا سبحان الله، هم يسمونها صور، هم يسمونها صور ويسمون العمل هذا تصوير، ويقال المصور والمصورون، فما الذي يخرجها من العموم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، ولم يستثني الفوتوغرافية ولا غير، والرسول جاء بقواعد عامة تشمل من بعثته إلى يوم القيامة وما يحدث في آخر الزمان، شريعته عامة وشاملة، وهم باعترافهم من هذه صور، يسمونها صور ولا لا؟ قد يقول هذا هو عين المصور ليس صورة ثانية. لا، ما هو بعين، هذا من الكذب، ما هو بعين المصور، هذه صورة الشخص، ما يبهي الشخص، لا شك هذه صورة الشخص، أنت تسميها صورة لا شك، وتسمي اللي يأخذها ويلتقطها بالآلة مصور، وتسمي عمله هذا تصويرا، فما الذي يخرج هذا من عمومات النصوص؟ لا يتخصص النصوص إلا بدليل، ليس هناك دليل، أما التعليلات وأما فهذه لا تقبل، إذا خالفت الدليل لا تقبل. طيب، وجه آخر، بعض العوام والطيبين وغيرهم أيضا قد يثقل عليه قبول مثل هذه الأحكام إذا رأى ما وقع فيه الناس، كيف يدفع هذا الوجه؟ أن يقول الآن الناس كلهم سبحوا في بحر التصوير، كيف تقول دعوا التصوير والتصوير حرام، الناس كلهم وقعوا فيها؟ ولا التحليل والتحريم لله وليس هو للناس، لا يؤخذ من الواقع ولا لعادات الناس. أرأيت لو أن الناس كلهم فعلوا أكلوا الربا، هل تقول أصبح الآن تركه صعبا؟ ما هو صعب، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فالتشريع ما هو للناس ولا ينظر في الواقعهم ولا لعادات الناس، إنما ينظر للدليل، فما وافق الدليل وجب الأخذ به ولو خالفه أكثر الناس، وما وافق الدليل وجب الأخذ به. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب أو فضة قبل استحالته. كذلك مما يحرم في الملابس على الرجال استعمال ما فيه ذهب، منسوج بالذهب أو مموه بالذهب أو بالفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فحرم على الرجال لبس الذهب سواء الذهب الخالص أو الذهب المخلوط مع غيره، وكذلك الفضة الخالصة هو المخلوطة مع غيرها، سواء كان الذهب خواتم أو غير ذلك من ما يلبس فإنه حرام على الرجال، أما خاتم الفضة فإنه مباح للرجل، قد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة. قبل استحالته، أما إذا استحال الذهب والفضة وتلاشى ولم يبقى منه شيء فلا مانع من استعمال الملبوس لزوال المحذور. نعم. وثياب حرير، وما هو أكثر ظهورا على الذكور؟ ومما يرد على قضية لبس الذهب ويستشكل بعض الناس، نعم، وهذا سيأتي إن شاء الله، ما يكون في البشوت أو في الفراء من الذهب والحرير التي هي من باب التطريز، نعم، هذا سيأتي بحثه إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وثياب حرير، وما هو أكثر ظهورا على الذكور؟ يحرم على الذكور ثياب لبس الحرير الخالص، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الذهب والفضة حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها، فيحرم على الرجل لبس الحرير الخالص، وكذلك الحرير المخلوط مع غيره، إلا إذا كان هذا الخلط مختفيا والظهور لغيره فلا بأس،
إذا كان مخلوطا من خيوط حرير وخيوط صوف أو كتان وغير ذلك، وكان الظهور لغير الحرير، فلا بأس أن يلبس هذا الثوب، وتركه لا شك أنه أحوط وأبرى للذمة. أما إذا كان هناك ظهور للحرير في هذا الثوب المخلوط فإنه يحرم على الذكر لبسه، لأنه يصدق عليه أنه لابس للحرير. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، بهذا نأتي على نهاية وقت اللقاء. شكر الله لفضيلة الشيخ ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وهذه تحية من زميلنا في هندسة الصوت فهد بن محمد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.